أبكت حروفي والقلم وبكى لها قلبي وما زقه الألم لما رأيت الدمع في أحداقها تبكي أباها بالتوجع والندم يا طفلة أبكت حروفي والقلم قلبي وما زقه الألم رأيت الدمع في أحداقها بالتوجع والندم صخرا لامسته دموعها وأحس حرقتها تفتت وانقسم أو عابد الأوثان أو أصنامه سمعوا توجعها لحن له الصنم لو أن صخرا لامسته دموعها وأحس حرقتها تفتت وانقسم أو عابد الأوثان أو أصنامه سمعوا توجعها لحن لها الصنم يا قاتلا وأدى الطفولة هل ترى قلب البراءة كيف يتم وانظلم من أجل ماذا تقتلون ضياءها ما ذنبها في من تناحى وحكم من أجل ماذا تقتلون ضياءها ما ذنبها في من تناحى أو حكم يا طفلتي كفي واسمعي آباؤك الأحرار قد قطعوا القسم ألا يعودوا بعد دمعك والدماء إلا وعهد الظلم ولا وانهزم أو يهنأوا عيشا وأنت حزينة إلا وتاروك قد تهلل وابتسم يا طفلتي كفي دموعك واسمعي آباؤك الأحرار قد قطعوا القسم